صباح النور، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. كملوا معكم العشرة نتاع صباحي في اليوم في الانترفيو القيادي في حزب أفاق تونس ونت قراسمي باسم الحزب وليد صفر. وليد صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير. احنا شحوالك؟ الحمد لله لاباس في فورما ان شاء الله. يظهر لي ماكش لاباس خاطر اليوم الصباح الاربعاء نتاع الصباح جاك تليفون جوستومون. احنا التوانسه الكلنا اليوم تفاجئنا بخبر ايقاف عزيز عمامي. عزيز تعرفوا انت؟ اي نعرف، وانا حتى كنت قابلته الاسبوع اللي فات اخر مره، وكنا تحدثنا على اخر التحركات نتاعو. والحقيقه معناها كلنا تفاجئنا بالخبر اليوم. مازلنا ما نعرفوش بالضبط التفاصيل، لكن الواضح اللي هو تم الاعتداء عليه بالعنف البارح في الليل، ومن بعد مشى بيت ابارامون في بوشوشه. مازلنا الحقيقه نستناو في الخبر الاكيد. نستناو في الخبر الاكيد. نذكروا عزيز اللي هو كان يعمل في بوكو داكسيون، اخرهم كان قدام البالي بريزيدونسيال في كارتاج مع عائلات جرحى وشهداء الثوره وطفل هذايا معناها من الثوار. اليوم للاسف الثوره تاكل ابنائها. صحيح والله. هذا كان هو حتى الموضوع اللي كنا نحكيه فيه أنا وياه الأسبوع اللي فات، والحقيقة حتى أنا كنت وصيته أنه يرد باله شوية على روحه، لأنه اليوم الحقيقة الموضوع اللي خايف فيه موضوع ما هوش سهل. حتى تعرف احنا في 2014 ولليوم ما نعرفوش المسؤول الحقيقي على الشهداء اللي ماتوا، ولليوم قاعدين ولينا ننعتوا فيهم بالناس اللي تحب على الفلوس. معني برشا حاجات صايرة، واليوم كي نرجعوا كيف بالطريقة القديمة، يعني بارامون فما تلفيق حكاية متاع زطلة، ولا يعني رجعنا تقوش علينا في 2007 ولا في 2008 وقت اللي مثلا ولد باب الله الهادي ولد باب الله تشد وقالوا عنده زطلة وندر شنو. يعني المحزن ياسر الخبر هذايا، ونستناو في المعلومات الاكيده باش نشوفوا كيفاش باش نعمل. اليوم حسب افاق تونس نفهم من كلامك بانه عنده دعم لعزيز عمامي، وباش تمشيو في خطوات نتاع مش قلوش تصعيديه، ولكن خطوات اليوم نتاع دعم على الاقل لرمز من رموز الثوره التونسيه. قبل كل شيء نحبوا نفهموا الساعه. اي سختن معاي. نحبوا نفهموا قبل كل شيء ونشوفوا من بعد شنو نجموا. ماذا بينا يعطيونا اكثر توضيحات، خاطر لحد الان فما تكتم على ما يبدو على حكايه الايقاف وخلفيه الايقاف وشنو التهم الموجهه لعزيز عمامي. ان شاء الله الساعات المقبله تكون فيها الاجابه.